على الرغم من التقلبات المناخية ومناسبة شهر رمضان الأبرك، أبى السياح لجانب لأن يبرمجوا رحلاتهم السنوية لوجهتهم المفضلة على مدار السنة المغرب. هنا بالرباط يستمتع الأجانب بمقامهم بمختلف المعالم السياحية والأثرية بمدينة الأنوار، حيث وجدوا فيها سحرا خاصا وفريدا مكنهم من التعرف على الثقافة الإسلامية عن كثب. أشعر بالأمان هنا، لقد اكتشفنا سحرا خاصا لصوت المناداة على الصلاة، لا أعرف تحديدا ما تسمونه، لكنه فعلا ساحر. أحببت المغرب، إنه جميل جدا. إنه بلد رائع حقا، والمغاربة لطفاء وكرماء جدا. أحببنا المطبخ المغربي ومختلف المعالم الأثرية والتاريخية. إنه بلد أصيل ومعاصر، وهذا الرائع فعلا. الوحدات الفندقية بالعاصمة سجلت انخفاضا طفيفا بعدد الوافدين الأجانب خلال شهر رمضان، إلا أن العرض السياحي فيها يراعي خصوصية الشهر ويقدم ما يلائم اختيارات الزبون. هذا رمضان كان يعيش واحد الإقبال، شوية كاين شوية ديال السياح ديال الأجنبيين. هو اللي كيدار في رمضان هي كيخلق الواحد دي زيكسكوز دي بريتكست باش كينظم شي حوايج. كاين الفطور ديال فلاشية وكيجيو الناس من المدينة، دونك مدينة الرباط فيها واحد الإقبال، كيجيو الناس كعدد ديال الناس اللي كنديرو كنوصلو حتى ل 200 واحد في النهار. شهر رمضان يشكل فرصة فريدة للسياح الراغبين في استكشاف العادات والشعائر وكذا الأطباق التقليدية وقت الإفطار، ناهيك عن المشاركة في المناسبات الدينية والثقافية المقامة خلال هذا الشهر الفضيل.